ده اللي هنعرفه من دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذة نانسي وبكل السادة المشاهدين. لماذا مثل هذه السيناريوهات دائمة التكرار في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه غالبية هذه الاتهامات ثبت أنها دائما غير حقيقية ويبرأ الرئيس. احنا شفنا إجراءات عزل بحق الرئيس أندرو جاكسون وتم تبرئته في سنة 1868. تكرر نفس الأمر مع الرئيس بيل كلينتون عام 1998 وأيضا تم تبرئته. الرئيس دونالد ترامب تم اتهامه مرتين بالمناسبة، مرة في عام 2019 وجرت إجراءات العزل في مجلس النواب على خلفية اتهامه بالتعاون مع روسيا للحصول على مكاسب انتخابية في انتخابات 2016 وتم تبرئته، وأيضا تم تبرئته في عام 2021 على خلفية الأحداث التي حدثت أمام مبنى الكونغرس. لذلك هذه الحجة قضية العزل في تقديري هي أداة أكثر منها هدف. ربما الجمهوريين بيعتقدوا في قرارة أنفسهم أنه في النهاية لن يتم عزل الرئيس جو بايدن، لكن زي ما حضرتك قلت في المقدمة الهدف منها أولا تشويه السمعة، لأن الرئيس جو بايدن معروف عنه في السياسة الأمريكية أنه نظيف اليد، وحتى دخله من الدخل المالي دخل ضعيف للغاية. حتى هذه الاتهامات، لائحة الاتهامات التي تتحدث عن اتهامات لابن جو بايدن تتحدث عن 20 مليون دولار، في حين بعد مداولاته بعد أكثر من 8 شهور لم يجدوا فقط إلا 7 مليون دولار فقط تم تحويلهم، ليس فقط لعائلة هانتر بايدن لكن لكل العائلة، لأن أيضا متهم اسم أخو جو بايدن أيضا في هذه القضية اسمه جاء فيها. لذلك بيتم توظيف هذا المسار للحصول على مكاسب انتخابية، خصوصا أن عام 2024 هو عام الانتخابات. لكن السؤال، ماذا يمكن لمجلس النواب أن يفعل؟ أنا في رأيي مجلس النواب حقق نقطة يعني كبيرة جدا، لأن البعض كان بيراهن أولا على عدم قوة الجمهوريين وأن هناك أجنحة كثيرة جدا داخل الحزب الجمهوري، لكن التصويت على عزل بايدن تم على أساس حزبي بشكل كامل، بمعنى كل المنتمين للحزب الجمهوري 221 صوتوا لصالح العزل. يعني الجمهوريين متوحدين أو موحدين في هذا الوقت يا دكتور؟ في هذه القضية على الأقل، يعني في هذه القضية موحدين بشكل كبير جدا، والدليل أن الجمهوريين بالكامل 221 صوتوا لصالح العزل، في حين أيضا الديمقراطيين موحدين بالكامل ضد رفض قضية العزل، 212 نائب في مجلس النواب صوتوا ضد العزل. لكن علينا أيضا نعرف أن دور مجلس النواب ليس هو المحاكمة، دور مجلس النواب مجرد فقط هو عمل لائحة الاتهام، كتابة لائحة الاتهام، هو بيقوم بدور يشبه دور النيابة العامة فقط ليس أكثر، يعني هو لا يحاكم الرئيس الأمريكي. بعد إقرار لائحة الاتهام في مجلس النواب تذهب هذه اللائحة إلى مجلس الشيوخ وهو الذي يحاكم الرئيس الأمريكي. طيب. مجلس الشيوخ فيه 100 عضو وهناك تجرى المرافعات، وبعد المرافعات بيتم التصويت على كل مادة على حدة، ليس على كل الاتهامات مرة واحدة. التصويت في مجلس الشيوخ بيحتاج لعزل الرئيس الثلثين، بمعنى نحتاج إلى 67 نائب من إجمالي 100 نائب، لدى الجمهوريين 49 فقط، وبالتالي يصعب أن نتخيل أن 19 نائب ديمقراطي في نهاية الأمر سوف يكون الرئيس جو بايدن. طيب دكتور أيمن، يعني خليني أسأل حيك سؤال، ما يتعلق ببايدن، ما يتعلق بدونالد ترامب، ما يتعلق أيضا بالرؤساء السابقين، هي بتكون مشكلة رئيس أم مشكلة دائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين يا دكتور؟ هذا من جانب. من جانب آخر، على ذكر الانتخابات الرئاسية، تشويه السمعة الخاص بجو بايدن كيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة؟ أنا في رأيي عندما يقضي رئيس جو بايدن العام القادم وهو يدافع عن نفسه في مجلس الشيوخ وللدفع حول إذا كانت هذه الاتهامات حقيقية أو غير حقيقية، أولا بيشتت جهد الرئيس والبيت الأبيض والحملة الانتخابية أيضا للدفاع عن هذه الاتهامات، هذا واحد. الأمر الآخر أن هذه الاتهامات تأتي لرئيس جو بايدن في وقت غير مثالي على الإطلاق. الرئيس جو بايدن حوله شكوك كثيرة تتعلق أولا بصحته، وأنه يعني ينسى كثيرا من المعلومات وينطق حتى بعض أسماء الدول بشكل خاطئ. أيضا المسيرة المهنية لابنه هانتر بايدن، هو ابنه أقر بالفعل أن هناك مشاكل في حياته وأنه ارتكب الكثير من الأخطاء في حياته، وهناك حتى بعض القضايا تم تسويتها بالفعل أمام القضاء، قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي، قضايا تتعلق بحيادة السلاح وهو تحت تأثير المخدرات، حتى بإنجاب أطفال خارج دائرة الزواج وغيرها من القضايا الكثيرة.
لكن أيضا علينا أن ندرك أن الرئيس جو بايدن لديه نقطة ضعف فيما يتعلق بابنه هانتر، وهي نقطة ضعف إنسانية للغاية، ربما البعض لا يلتفت إليها كثيرا. الرئيس جو بايدن أنجب ابنه وطفلين ولدين، ابنته نعومي وابنه الحالي هانتر وابنه الذي توفى عام 2015 أبوه. حدث لسيارة لزوجته، توفت زوجته هي وابنته في عام 1972 قبل أن يدخل الكونجرس بأيام قليلة، وبالتالي عاش كل حياته مع ولديه بو وهانتر. هانتر المتهم الحالي وبو الآخر أصيب بالسرطان وتوفى في عام 2015، وهو بالتالي هو أب ضعيف تجاه ابنه، وبالتالي هو يدافع عنه بشكل كبير جدا ولا يقبل عليه أي تهمة مهما رأى الجمهوريين هذا الأمر. لكن هل ستؤثر على الديمقراطيين؟ ربما تأتي بنتائج عكسية بالمناسبة، لأنه إلا إذا وجد الناخب الأمريكي أن هذه الاتهامات الجمهورية اتهامات غير حقيقية ومفبركة، أو حتى يتم النفخ فيها بشكل كبير جدا، ربما تأتي بنتائج عكسية بأن الجمهوريين أضاعوا وقتهم ووقت الديمقراطيين، بدلا من تقديم خدمة للمواطن الأمريكي والناخب الأمريكي هم أضاعوا الوقت في اتهامات لا أساس لها من الواقع. طيب دكتور أيمن، يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه في هذه الأثناء، هل جو بايدن حسم موقفه من فكرة الترشح في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية؟ بالتأكيد، يعني لا يوجد شك في الغالبية العظمى لدى الديمقراطيين بأن الرئيس جو بايدن هو المرشح، رغم أن هناك بعض الأصوات كانت تقول مثلا أن جونيور كينيدي ابن أخو الرئيس السابق جون كينيدي هو ديمقراطي وهو له شعبية أيضا كبيرة وهو مهتم بقضايا البيئة، أنه سوف يقول أنه إذا لم يقبل الحزب بترشحه أو حتى عمل مناظرة مع جو بايدن سوف يترشح بشكل مستقل. هناك حديث حتى عن حاكم ولاية كاليفورنيا أنه يمكن أن يترشح، حتى هناك حديث عن أشخاص آخرين مثل ميشيل أوباما. البعض قال أن شعبية ميشيل أوباما الآن في الأوساط الأمريكية تفوق الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل كبير للغاية. بعد ما حدث في حرب إسرائيل على قطاع غزة وتراجع شعبية جو بايدن لدى ما يسمى الكتلة التقدمية الليبرالية في الحزب الديمقراطي بالإضافة للشباب، أيضا هناك شكوك. لكن في تقديري الشخصي الموجة العامة، الخطوط الرئيسية للحزب الديمقراطي بكل أجنحته بما فيها حتى الليبراليين، حتى الآن هم متفقون على أن رئيس جو بايدن هو المرشح الديمقراطي للانتخابات 2024. أنا بشكرك دكتور أيمن على كل هذه التوضيحات. الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.